وهلا بنروح الى المؤثره وصناعه المحتوى اكيد حجابي ديفا اللي تلاقتها كاميرا لايف المشاهير بعرض ريان اطلس الاخير، وسالناها اذا هلا حنشوفها بمجال التمثيل بما انه احنا شفناها بمجال التنشيط رمضان الماضي، وسالناها ايضا عن رايها بالناس اللي بيتدخلوا بحياه المشاهير الشخصيه وهل هي مع هذا الموضوع ولا لا. فنروح نشوفه مع زميلنا عصام دهمه. حجابي ديفال، وكان نقول لك عندك تمثيل تنشيط وصناعه المحتوى، كيفاش ترتبيهم على حساب حبك ليهم؟ كرياسيون دو كونتوني هذيك هي لا باسيون تاعي نيميرو 1، بعدها التنشيط. هي شوف نقدر نقول يعني التنشيط ولا كرياسيون دو كونتوني راهم بريسك مع بعض، ولكن نبدا بلا كرياسيون دو كونتوني صافي 8 سنين وانا في المواقع، بعدها نكلاسي وقال تحت التمثيل. بور لو مومون والله ما رانيش نخمم فيها بزاف، يا ان سارتان مومون كاين انا ميا موا في لو دومين ايل ما بروبوزي واحد لو بتي رول، المشروع ما ندارش كامل، ولكن جو سي با انا قاعده مع راسي ونقول مادام هو اللي عنده دي زاني وليكسبيرونس كبيره في التمثيل بالك شاف فيا كاش حاجه هكا اللي نقدروا نطوروها، دونك جو مسوي ديت بوتاتر با، مي بور لو مومون مانيش نخمم فيها. انا تعليقي انه والله انا عايشه حياتي ومخليه الناس يعيشوا حياتهم بحريه، يعني كل واحد حر في نفسه واش يبين واش ما يبينش، ما نحب جوج ما نحب نطرح دي بريجوجي جوستومون، لانه انا ثاني راني تحت الاضواء، كيما ما نحبش انه الناس يعلقوا ويعطوا دي بريجوجي عليا، انا ثاني ما نحبش نمد دي بريجوجي على الناس، انا نقول كل واحد حر في نفسه وكل واحد يمثل نفسه، كساسوا عم يديروا حاجه مليحه ولا ماشي شابه، كل واحد حر في حياته، وانا نعرف انايا واش نتبع انايا، هذاك هو لو بلوز امبورطون. هذا الموضوع شوف انا نظن انه خطا انه رانا نتكلموا على هذا الموضوع في هذه الفتره فقط، لانه هذا راه اكزيستي ماشي من اليوم، يعني الى توجور اكزيستي، دونك كيما هضرنا عليه بزاف في هذا الوقت ماذا بيا لو كان الاعلام يعني يطلق عليه الضوء اكثر كل وقت، ماشي في هذا الوقت برك بعد ما صرا وقيله في المواقع التواصل الاجتماعي، ماذا بيا الناس يعطوا له اهميه اكثر، يعني ماشي كيشوفوا شخص معروف صرات له حكايه يستنتيغاس لهذاك لو سوجي، سي ان سوجي امبورتون اللي ماذا بيا الناس يهضروا عليها تو مومون ماشي دوكا برك. مشروع راني ندرس فيه، كاين مشاريع الحمد لله يا ربي، انا من الناس اللي نحب نخدم، يعني ما كي نقعد بزاف مرات نعيا نقعد، ماذا كي نقعد نقول لا لا لازم نعاود جو روبون، دونك الحمد لله رانا نخدموا على واحد المشروع في التلفاز، ما نقدرش نعطيكم بلوس دو ديتاي، مي فوالا سي ان بروجي اللي رانا نخدموا عليه اون ايكيب دوبي 2020، دوبي ديسمبر 2020، دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدروا نخرجوه كما حبينا، ماشي شويه هكا. شنو هو؟ يعني سيت كوم عامل تلفاز؟ با مون تروك لي سيت كوم اي تو، بالك حاجه نقدر نقول لكم حاجه شافوني الناس فيها من قبل، مي اكثر من هاك نو. رمضان ولا قبل رمضان؟ والله ما على بالي، ما نقدرش نعطيك تفاصيل اكثر، ان شاء الله كيما نقولوا كي المزيود يزيد نتكلموا عليه ونديروا عليه دعايه ان شاء الله.